انزين موفجار، بسم الله. ازاي ان انت تحقق الشرطين المطلوبين من جوجل ادسنس عشان تعمل معاهم الشراكة المطلوبة وتحقق الربح من القناة بتاعتك؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على ازاي ان احنا نحقق اللي هم 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. الموضوع مش صعب خالص، لان انا عندي خبرة في الموضوع دوت، بسبب ان انا كان عندي قناتين. قناة قعدت فيها حوالي سنة ونص وما حصلتش على الموافقة. ليه؟ لأن كان فيها مخالفات كتيرة، لأن طبعا كنت لسه في البداية، ما كنتش أعرف القوانين الخاصة باليوتيوب وجوجل. طيب عملت إيه بعد كده؟ عملت قناة جديدة، وفي خلال حوالي شهر وأسبوع كنت حصلت على الموافقة على الشراكة مع جوجل أدسنس، وحققت الشرطين اللي هو 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. طيب هل الكلام ده صعب؟ لا مش صعب خالص، بس في بعض الخطوات لازم تعملهم علشان ان انت يتم الموافقة عليك. القناة الاولى اللي انا كنت عاملها كانت اخد مني مجهود كبير جدا، وحطيت فيها حوالي 300 فيديو، وكان عندي حوالي 8000 مشترك. كل الحاجات اللي فيها وكل الفيديوهات والاكاونت كله لغيته. ليه؟ بسبب الاخطاء اللي كانت فيه. بعد ما عملت الاخطاء ديت، اتعلمت من الاخطاء ديت وعملت قناة تانية، وكانت القناة الجديدة كلها تتبع قوانين اليوتيوب، عشان كده تم الموافقة عليها في خلال فترة بسيطة حوالي شهر وأسبوع. طيب ازاي ان انا احقق الشرطين دول في فترة قصيرة؟ لان في ناس بتحققها في شهر، في ناس في شهرين، في سنة، ممكن في ناس ما تحققهاش خالص. طيب ايه الحاجات اللي انا من واقع خبرتي في القناتين، القناة اللي هي نجحت والقناة اللي ما نجحتش، ايه الحاجات اللي خلتني ان انا احقق الشرطين دول في خلال حوالي شهر؟ اول حاجه هارد ورك، العمل الجاد او الشاق. الناس اللي هي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب بيسميهم كرييترز، مبدعين. يعني مبدع يعني بيعمل فيديو بيبدع فيه، بيعمل فيه حاجه جديده، بيجذب للناس، بيدوا معلومه جديده. والمبدعين دول علشان يطلعوا الفيديو لازم يكون عندهم استوديو، يعني بيجهز مثلا غرفة عنده في البيت علشان يعمل استوديو، يظبط الكاميرا، يعمل مونتاج للفيديو بتاعه، يعني بياخد منهم مجهود كبير جدا. حتى انا نفسي ساعات كنت اعمل فيديو واتعب فيه، وفي الاخر يحصل فيه خطأ في الصوت او خطأ مثلا في المونتاج، ارجع اعمله من جديد. فالموضوع عايز ايه؟ هارد وورك، يعني عمل شاق، وتكون عندك ايه؟ استعداد ان انت تتعلم وتعمل حاجه وتعدلها، وكل ما تعمل خطأ ترجع تاني ايه؟ تصلحه. فانت لو عندك استعداد ان انت تعمل مجهود، فهتقدر ان شاء الله ان انت تعمل قناه ناجحه. وتاني حاجه هي الكونتنت، اللي هو المحتوى. وفي القنوات الاجنبيه بيسموا المحتوى، بيقولوا عليه ذا كونتنت از ذا كينج، المحتوى هو الملك. يعني اهم حاجه في الفيديو هو المحتوى. يعني انت ممكن تعمل الفيديو فيه عيوب، لكن المحتوى مهم للناس، هتلاقي الناس ايه شافته وجالك عليه مشاهدات كتيره. ففي 3 حاجات لازم اخلي بالي منهم وانا بعمل ايه المحتوى. اول حاجه ان يكون المحتوى مهم للناس. يعني مهم للناس يعني ما تجيش مثلا تتكلم في موضوع الناس مش مهتمه بيه، محدش هيشوف الفيديو دوت. ليه؟ لان هو مش مهتم اصلا بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه. فلازم موضوعاتك تكون حاجه تخص اهتمامات الناس، حاجه الناس بتحب تشوفها. يعني مثلا اللي بيعمل مثلا قناه مثلا رياضيه وبيحلل حاجات ايه رياضيه، هو عارف ان في شريحه كبيره جدا بتحب الرياضه. اللي بيعمل مثلا حاجه فنيه نفس الشيء، اللي بيعمل مثلا حاجه اجتماعيه مثلا زي الطبخ مثلا، كل الحاجات ديت هم عارفين ان في شريحه مهتميه بالجانب دوت. يبقى لازم اعمل حاجه ايه؟ تهم الناس. تاني حاجه في المحتوى ان يكون المحتوى بتاعك ايه؟ اوريجينال، اصلي. اصلي يعني ايه؟ نفسي هرجع تاني اقول لكم، القناه القديمه اللي انا كنت عاملها كنت باخد فيديوهات على اليوتيوب وكنت بنزلها عندي، لان ما كنتش عارف قوانين اليوتيوب. فطبعا ده خطا، انت لازم تعمل ايه؟ الفيديو يكون خاص بيك انت، يعني تطلع بيه بوشك او حتى بصوتك، تكون عامل مونتاج بنفسك، يعني انت كل الفيديو ده اوريجينال اصلي ليك. وبالنسبه للفير يوز، الاستخدام العادل، ممكن ان انت تاخد جزء من مقطع من فيديو او صور من على الانترنت، بس لازم ان انت تكون ايه؟ الفيديو انت بتحلل فيه، انت بتشرح فيه. لكن ما ينفعش اخد فيديو كامل احطه على القناه، او صور كامله احطها على القناه وانا ما عملتش حاجه. لازم يكون انت ليه ليك دور عشان يبقى ايه المحتوى بتاعك ايه؟ اصلي، اوريجينال، خاص بيك انت. وتالت حاجه بالنسبه للمحتوى، لازم يكون في هدف. يعني ايه هدف؟ يعني في قنوات خاصة بالرياضة بيحلل الرياضة، في قنوات مثلا فنية، في قنوات مثلا تعليمية، في قنوات مثلا اجتماعية. يعني تلاقي مثلا اجتماعية ممكن حلقة طبخ، ممكن تلاقي مثلا ايه في ناس مثلا بتصور أنشطة بتاعتها اللي هي اليومية،
في العائله وبيجيب فيديوهات كتيره جدا والناس بتحبها. يعني لازم يكون في هدف للقناه اللي انت تعملها. في قنوات كمان اللي هي التك اللي هي التكنولوجي، طبعا ديت برضو من القنوات المشهوره جدا على اليوتيوب. فلازم انت تحدد الهدف بتاعك، القناه بتاعتك هتكون هل هي تعليميه، هل هي فنيه، هل هي اجتماعيه. لازم تحدد هدف قبل ما تبدا في تصوير الفيديوهات. وثالث حاجه مهمه جدا هي عنوان الفيديو. يعني عنوان الفيديو، في حتى احنا عندنا مثل شعبي بيقول الجواب بيبان من عنوانه. يعني انت ممكن تشوف العنوان كده، يا اما تدخل على الفيديو يا اما مش هتدخل على الفيديو. يعني مثلا في مثلا ايه عناوين كده تبقى مثيره، يعني لك مثلا ايه حيله جديده لتسريع الموبايل، انت تقول حيله جديده لتسريع الموبايل العنوان يشدك. ممكن مثلا عنوان تاني ايه اسرار لا تعرفها عن برنامج كذا، اسرار لا اعرفها لا إيه. فتلاقي الموضوع ايه يشدك، فبتروح داخل على ايه على الفيديو. فمهم جدا ان يكون العنوان مشوق ومثير، لانك انت لو عملت عنوان روتيني مش هيبقى في فرق بينك وبين اي فيديو تاني. فلازم العنوان يكون مثير ومشوق. ورابع حاجة هي الثامنيل، اللي هي صورة واجهة الفيديو. انت لما بتبص على اول فيديو، اول حاجة بتقابلك في الفيديو الصورة الواجهة بتاعته. فانت اذا الواجهة ديت كان جذابة وشدتك هتدخل على الفيديو، لكن لو الصورة ديت مش جذابة مش هتدخل على الفيديو. فلازم الصورة يكون المونتاج بتاعها كويس، اختيارها كويس. طيب الصورة ديت عشان تبقى صورة جيدة اعمل ايه؟ اول حاجة لازم تكون الصورة فيها انطباع. يعني انطباع يعني مثلا انا دلوقتي مثلا بصور صورة ما اقفش مثلا عامل كده، لا لازم الصورة مثلا اكون مثلا بفكر مثلا بعمل كده. في بعض مثلا القنوات اللي هي مثلا عامل الفيديو كده كانه مثلا ايه خايف من حاجه، فطبعا الانطباع دوت بيخلي ايه الناس والاكسبريشنز ديت بيخلي الناس يدخلوا على القناه وعايزين يشوفوا هو عامل كده ليه. يعني واحد عامل كده فعايز يخش ويعرف هو عامل كده ليه. فطبعا بيكون ايه العامل كبير جدا في ان الشخص ايه يدخل على الفيديو دوت. حاجه تانية اختيار الفونت، ان الفونت يكون واضح، فونت الخط يعني، بحيث ان ايه يكون ظاهر بشكل جيد. كمان اللي هي الالوان، يعني في الوان دايما تكون ايه مثيرة للشخص وجذابة، مثلا اللون مثلا الاخضر الاحمر الاصفر. ففي الوان كده معينة لما تحطها تلاقي ايه العين على طول بتنجذب ليها. يبقى الثامنيل او صورة واجهة الفيديو مهمة جدا ايضا. وخامس حاجة هي وصف الفيديو والكلمات المفتاحية الكي ووردز. ليه بقى؟ لان لما بتعمل انت كي ووردز صح وبتعمل وصف الفيديو صح، ايه اللي بيحصل؟ لو حد بيبحث عن الموضوع اللي انت منزله هيلاقي في نتائج البحث اللي هو الايه الفيديو بتاعك. يعني مثلا انت دلوقتي مثلا بتتكلم مثلا عن موضوع مثلا ايه برنامج مثلا زي الفوتوشوب، هتوصف مثلا برنامج الفوتوشوب ده وتشرحه في 3 4 اسطر، ان هو برنامج مثلا للصور وان هو برنامج بيعمل كذا وكذا وكذا وتشرح. تيجي بعد كده بقى على ايه على الكي ووردز اللي هي الكلمات المفتاحيه، هتعمل ايه؟ هتحط كلمه اللي هي فوتوشوب في اكتر من شكل. ازاي؟ اول مثلا شرح برنامج الفوتوشوب، اسهل طريقه لشرح الفوتوشوب، شرح الفوتوشوب في ساعه. يعني لازم يكون ايه الكي ووردز الكلمات المفتاحيه مرتبطه بالحاجه اللي انت بتشرحها، لان انت لو عملت حتى الكي ووردز مخالفه اللي انت بتشرحه بيعتبر برضه مخالفه، اليوتيوب برضه بيحاسبك عليها وممكن يعمل لك انذار او سترايك، انذار يعني على القناه بتاعتك. وايضا لو القناه عليها مخالفات كتيره زي القناه القديمه بتاعتي بيحصل ايه بيمنعه فيها اللي هي البارتنرشيب اللي هي الشراكه، يعني بيرفض الادسنس ان هو يعمل شراكه معاك. فلازم القناه بتاعتك تكون قناه نظيفه، يعني بمعنى ان هي بتتبع اجراءات وقوانين اليوتيوب. وسادس حاجه هو التنزيل في اوقات محدده. يعني ايه؟ يعني انت مثلا في عندك سبسكرايبرز مشتركين فمنتظرين ان انت تنزل لهم حاجات جديده عشان يتابعوك، والا هيسيبوك ويتابعوا قناه ثانيه. فلازم مثلا تنزل لهم مثلا فيديوهات كل يوم كل يومين بالكتير كل اسبوع، بحيث ان هم يكون ايه فيه ترابط ما بينك وبين المشتركين بتوعك. فمهم جدا جدا الالتزام في تنزيل الفيديوهات. وسابع حاجه ودي من الحاجات برضو المهمه جدا هي الشيرنج، ان انت الفيديو بتاعك بعد ما تخلص تشيره على اوسع نطاق. شيره ازاي؟ في عندك السوشيال ميديا، فيسبوك انستجرام تويتر، في سوشيال ميديا كتيره. كل ما انت هتشير الفيديو بتاعك في مواقع كتيره كل ما هتجيب لك ايه فيوهات مشاهدات كتيره. فمهم جدا ان انت تشير. وكمان في حاجه تانية، انت ما تشير
هقول لك برضو على سر من اسرار اليوتيوب، ان انت لو عشان تجيب فيوهات ما تشيرش في جروبات تكون صغيره، يعني في جروبات مثلا تكون 1000 2000، وفي جروبات مثلا 100000 و150000. فانت افضل لك عشان كمان توفر مجهودك ما تشيرش في الجروبات الصغيره، شير في جروبات مثلا تكون 100000 200000 300000، فهتلاقي ان انت الفيديو بتاعك فيه فيوهات وفيه مشاهدات عاليه جدا، وهتلاقي كمان في تعليقات، لان عدد كبير من الناس فاكيد حد منهم مهتم بالفيديو بتاعك، فهتلاقي في ناس بتتواصل معاك بتتكلم معاك في الكومنتس، فهتقدر انت تزود السبسكرايبرز المشتركين بتوعك. ودي حاجه تعتبر من الاسرار اللي بتخلي بعض القنوات ترتفع بسرعه، ان هو بينشر فيه جروبات كبيره، لكن الجروبات الصغيره بيكون التفاعل فيها صغير جدا وبسيط جدا، فمش هيقدر ان هو يساعد القناه. وايضا وانت بتشير الفيديو اطلب من الناس ان هم يشترك في القناة وان هم يفعلوا الجرس، لان في ناس كتيرة بتبقى معجبة بالفيديو بس لو انت ما قلت لهمش ما بيهتمش، هو بيشوف الفيديو يروح طالع على طول، فلازم ان انت تقول لهم ان هم يشتركوا في القناة. وفي ايضا البعض كمان بيعمل لما يكون هو ما عندوش مثلا صبر ان هو يشير وكده في الجروبات، بيعمل حاجة اسمها اعلان مدفوع الاجر في اليوتيوب او الفيس، ودوت بيعتبر بديل عن اللي هو الشيرنج، ان انت تشير الفيديوهات بتاعتك، بس طبعا ديت بتكون بتكلفة مادية، فانت اذا تقدر بتعملها، وما تقدرش يبقى لازم تشير انت على نطاق واسع. وبكده اكون انتهيت من السبع نقاط اللي انا عملتهم، وقدرت ان انا احصل على الموافقة بتاعة جوجل ادسنس في خلال شهر. فانت اذا كان عندك استعداد تنفذ السبع خطوات دول، يبقى ان شاء الله هتنجح وقناتك هتكون ناجحة، وفي فترة بسيطة جدا هتقدر ان انت تحصل على الشرطين اللي هو 4000 ساعة مشاهدة و 1000 مشترك، وممكن كمان اكتر من كده. وزي ما قلت في الفيديو ليكم نفس الشيء بقول لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس، عشان دوت يكون دعم للقناة عندي. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. سي يو ليرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.